السلام عليكم. قبل كل شيء كنبغي نشكر قناة الفجر اللي دائما وابدا معنا في الحدث. كما شفتوا الفريق مستشفى الاسباني فريق عنيد، لقينا معاه صعوبه والدراري داروا اللي عليهم. المهم في هذا الشيء هذا هو اننا خصنا 3 بوان، ماشي مهم الاهداف، ولكن كتشوف انه الماتش المقابله دازت بحال هكا خارج الميدان وجبتي نقطه وحده، حتى هي مزيانه لينا بالنسبه للفريق، وان شاء الله من هنا لقدام غنزيدوا نجتهدوا باش يكون حسن ظن جمهور المدينه العليا. انا كان خصنا كان شويه ديال التركيز خصو يكون، حيت فريق مستشفى الاسباني فريق سريع فيه دراري صغار تيجريو مزيان، داكشي علاش كان خصنا حنايا بخبره ديال اللاعبين كان خصنا نتقلوا شويه اللعب وحنايا اللي نطومبوريزيو الماتش، ولكن مع الاسف فريق مستشفى الاسباني كان فريق عنيد جدا، والحمد لله كنبغي نشكر الدراري على هذا المجهود هذا اللي داروا، وان شاء الله في المقابلات المقبله نكون في حسن الظن. معكم خويا ايوب، كما شفتوا المقابله دازت واحد الجو رائع، تما خرج المقابله بسبب 5-5، وحنا ما كناش بغينا هي التعادل هي بحال هي الفوز على خارج الميدان، ولكن كتربح نقطه ماشي من السهل، ولكن حنا كنا بغينا 3 بوان، محتاجين 3 بوان، وكما شفتوا كان عندنا اخطاء بزاف في الدفاع، هنا في لا ديفونس كانت اخطاء، وبعد الاخطاء ديال الحارس واحد الاهداف. هي مازال كما قلت لكم فريق يلا كما كنقولوا جمعنا فريق باقي صغير باقي شباب، والحمد لله برافو عليهم، عندهم يتسالهم، حتى هي نقطه حتى هي راه مزيانه وخارج الميدان، وان شاء الله نحاولوا نزيدوا نخدموا ونزيدوا نشتغلوا باش نحاولوا الفريق يمشي في كما كنقولوا في المسار الصحيح، لان كما شفتوا الفريق يلا تعاود كامل، وكما شفتوا الاهداف اللي ماركينو اللي تماركوا علينا شتو مرة بالاخطاء، وماركينا احنا اهداف اللي كنا بغينا نقتلوا المقابله في الاخير، كما شفتوا شحال من اهداف ضيعنا ما بغيناش وما استعدناش الحظ، وكرة القدميه هذه فيها الربح والتعادل والخساره، وتنشكر الوليدات على هذه المقابله اللي قاموا بها، وتنشكر الفريق التطواني حتى هو، وتنطلب التوفيق دائما للفريق ديالنا وفريق الخصم، نتمنوا ان شاء الله يكون خير ان شاء الله في المقابله الجايه. اول حاجه كنشكركم، كنشكر قناه الفجر على مواكبتها لجميع المقابلات ديال الفوتسال. كما كتشوفوا المقابله كانت قويه وقويه بزاف، المدينه العليا تبارك الله اللعابه مزيانين، كوتش مزيان، فرقه عندها تاريخ. احنا قمنا بمقابله جيده، ولكن سوء تدبير المقابله هو اللي جعلنا نتعادلوا 5-5، ولكن سوء تجربه بالنسبه للدراري ديالنا، حنا ما عملناش انتدابات، هادو الدراري ولاد المدينه، ما كاينش شي واحد خارج المدينه، ونتمناو في قادم الدورات يكون خير ان شاء الله. سي مجدوبي، يعني شفت المقابله اللي كانت رائعه، الدراري تبارك الله عندهم من الامكانيات، يعني غير نقولوا الكلمه ديالهم، اول ما وصلت المستشفى الاسباني في القسم الاول، كيف جاتكم يعني الخمس مقابلات هذه السادسه تقريبا، كيف جاتكم يعني الممارسه في القسم الاول؟ اش غنقول لك، منافسه في القسم الوطني الاول كانت منافسه قويه، وكاين فرق تبارك الله عنيده وتبارك الله اللي عندها تاريخ، حنا سوء التجربه هو اللي كيجعلنا نخسروا بعض المقابلات، كما شفتوا وشاف الجمهور الكريم كنوصلوا حتى الباب ما كاينش تجربه بصراحه، ولكن كنشكر اللعابه بعدا كيضحي وكيجي وكيتريني، لان الظروف هذا العام هذا راه ظروف صعبه وصعبه بزاف على جميع الفرق ماشي غير علينا، ونتمناو خير في اللي ماجي ان شاء الله. بالنسبه لكم مثلا يعني كواحد جديد على القسم الاول، تنشوفوا يعني كل اسبوع كاين مباريات يعني تبيع الخميس وبعض الصفحات، واش هادشي ما تشكلش صعوبه على فريق الله صعب القسم الاول؟ عندك الحق، سؤال في محله، وصراحه بزاف حنا كنعياو بزاف، كتلعب مقابله خصك تحيد لهم العيا، عاود تجي مقابله اخرى ما كدركش انك تصحح الاغلاط ديالك، تتريني في واحد الفيزيك ما بقاتش، باش تخدم هذا الفيزيك؟ ما كاين والو صراحه، الاربع الحد راه عينا، كنتمناو من الله اللجنه التقنيه تشوف من حالنا وترجعنا نلعبوا بالسيمانه بالسيمانه.
حنا كنخدموا، نوعدهم بالخدمه ونطلبوا الله خير، يثقوا في هاد الوليدات. وانا تايق في الوليدات اللي عندي صراحه، الله يهدي. وماتش ماتش ان شاء الله غنصبروا الريتم وغنمشيو مزيان ان شاء الله، نطلبوا الله خير. وشكرا بزاف. وهو الفريقين بجوج كان المستوى ديالهم واحد مستوى جيد، وهذا ما كيدل على ان كاين واحد العمل من ناحيه ديال اللجنه التقنيه والمدرب وداك الشيء. دونك كاين واحد كاين ان ترافاي، وداك الشيء كيتبان بيان سور في التيران. الا لاحظتوا ان الفريق فيه العناصر فقط عناصر محليه، حنا كنلعبوا على المستقبل. بغينا الفريق اللي طلع من دوزيام ديفيزيون تاع البريمير ديفيزيون، هذاك الفريق هو اللي نخدموا به ويكتسب خبره، ونحاولوا نصنعوا نجوم ديالنا بدل باش نجيبوا نجوم واجده من مدن اخرى. حنا دائما المستشفى الاسباني كيخدم على القاعده، وكنحاولوا بطبيعه الحال النتائج راه كتبين داك الشيء، ان مازال ما كاينش واحد الثقه كامله، ولكن واخا كاين اداء تقني مازال كتنقصنا شويه التجربه والثقه في النفس، وهذا هو اللي كيعكس النتائج دابا اللي عندنا. ولكن مازال عندنا امل باش هاد العناصر تكسب الثقه ديالها، وان شاء الله غادي تكون عندنا كلمه في هاد البطوله. شكرا لك.